وغير بعيد عن بلدية بلوغين، بلدية باب الود أيضا بسبب الأمطار الغزيرة الأخيرة شهدت انهيارات لأسقف بعمارة رقم 1 بشارع طاهر بن مهدي مباشرة بعد صلاة الجمعة. لحسن الحظ لم تخلف أي خسائر بشرية، لتجد العائلات الرضع سوى الشارع للمبيت فيه تحت درجات حرارة جد منخفضة. التغطية لوليد مهجري. كان ديجا تقطر، كانت تقطر ومالت هكذا، كانت وحده مكسره وبدات بدات تميل وحده بدات تميل. حنا كملنا مسحنا، انا عتقت كرابيعه وجيت لهنا دو طاحت، حبطت الجنايات هذو طاحوا. وانا من سيين قالوا لنا هذا حق، هذا حق عند ربي سبحانه، هذا الظلم هذايا. ويقول لك نغير واش تغير؟ ما تغير والو. عندنا بزاف حنا هكذايا ماشي من اليوم، وكيصب الشتا دائما هكذاك الليانات، حاطين ليانات، حاطين ونباتوا غير في بيت وحده نبعدوا على هذيك البيت. حتى هاد السمانه كامل الشتا صبت ما حبستش، طيح بالحاجه بلياجوره حتى طاحت كامل. هربنا خرجنا دقيقه القرانيه هربنا. الصيف قلنا ما يلحقناش، لازم شي يلحقناش، تقعدنا غير نشتكوا نروح. تعرف المره الاخرى قالوا لنا حبسوا لنا الكرا، الحاجه الاولى اللي داروها لوبيجي حبسوا لنا الكرا. وعلاش كي رحنا استقصينا قالنا نحينا يدينا، باسكو اون سي جامي طيح عليكم دار، ما عندنا حتى شغل، ما راناش ريسبونسابل. واش درنا؟ زدنا قال لك روحوا لا دايره، رحنا لا دايره اشتكينا. واش نقول لك، بكينا لهم، قلنا لهم خلاص الارواح اللي راهي في اللعب. قال لك زادوا داروا غينيون، قال لك دوك نديروا غينيون شوفوا واش نديروا. في الاخر قال لك خلاص دوك نرميناها لا ولايه. من جهته معرب نائب رئيس بلدية باب الواد وكذا زميله مدير التجهيز والتعمير بذات البلدية أنه لا يوجد أي حل مستعجل حاليا لهذه العائلات، غير أنهم راسلوا وسيراسلون الوالي المنتدب من أجل إيجاد حل ما. وليد مهجري ثانية. شوفوا مع لو بي جي كانت ديجا ان اكسبيرتيز اللي نعاودوا نشوفوها وعلمنا الوالي المنتدب. ما عندناش الحلول المستعجله، احنا فور لو مومون ما عندناش حلول مستعجله. دوك نشوفوا مع الوالي المنتدب، كنت نهضر معاه ديجا في التليفون، دوك نحبطوا ليه نشوفوا. اللي كرافا اللي طاحت من تيراس بلونشي تيراس طاحت على الحبيله النيفاكي، واللي كرافا هذوك بور اليجي ان بو لو بلونشي تاع دوزيام ايطاج بو لانستون. مي امور تاع الترحيل وتاع الاخر احنا نشوفوا مع الولي المنتدب، والقرار الاخير اللي ياخذه هو، احنا ما نقدروش ناخذوا قرارات هكذا.